الاسبانيه مش بعطيك احكي لنا مع سي كرمال اللي بده يسولف عنها. الاطراف المعنيه مباشره في نتائج الانتخابات ايضا كانت عندهم رد فعل نوعا ما عنيف. جينا حتى المقر نتاعهم واللي يظهر لي معناتها اثار الجدل اللي هي كلمه غير نزيهه. الانتخابات كانت حره. حره بالمعنى كونه المواطنين تنقلوا واللي مشى حتى حد ما ضربوا على يده باش يمشي. كانت نصف شفافه لانه الى حد مكاتب الاقتراع معناتها كانت العمليه شفافه. وقت اللي تحولت الصناديق الى مراكز الاقتراع صار نوع من الخلطه وفي بعض الاماكن هنا رفيق ينجم يشهد باللي صار في المهديه وقع ابعاد المراقبين في العديد من مراكز التجميع. حتى اذا كانت النيه حسنه كون معناتها يحبوا الناس اللي تخدم في مراكز التجميع معناتها يكونوا كونسونتريين ما يخلقهم حتى حد الى اخره، لكن كما قلنا لهم نحن معناتها مش موجودين غاديكا باش نعملوا مثلا تشيك ولا باش نجيو كيف سيجار وراه ولا باش نجي نحط دبوك ولا نغني ولا نشتحي الى اخره، عندنا خدمه نقوموا بها كما هما يقوموا خدمتهم. ونحن في الحقيقه حتى عملنا معناتها اشرطه فيديو عديناها حتى في الماده الصحفيه نتاعنا، صارت حاجات في مراكز التجميع اللي اذا كان اخر شيء نجم نقول عليها تثير الشك. والعمليه الانتخابيه كانت غير نزيهه. وهناك كان واحد في تونس ينجم يجي ويقول لي المسار الانتخابي اللي فات كان نزيه. نقول له يا خويا انا خليني نستقيل. من شان العام ومن عتيبه ومن كل شيء. والا ما عندكش عينين وما شفت حتى شيء في تونس. لانه برشا ناس نزاهه العمليه الانتخابيه ربطها في يوم الاقتراع. وقت اللي نحن كنا موجودين وتابعنا المسار الانتخابي منذ نشر المرسوم 27 على اساس البحث الهيئه العليا المستقله للانتخابات المرسوم 35 الى ما بعد اعلان النتائج الرسميه. وعدم النزاهه موجود في الادارات الكل. نبداو حتى بالاطار القانوني ومن بعديك في الاداره الانتخابيه ومن بعديك في العمليات الانتخابيه ومن بعديك في المال السياسي. انا وقت اللي نقول لكم الحمله معناتها الانتخابات نتاع 23 اكتوبر صارت في ظل الغياب تام لقانون يؤطر تنظيم الاحزاب السياسيه. معناتها وكانه كان فما توافق على القانون موجود. كان فما توافق بالتخلي على القانون الموجود والناس الكل تخدم في دوله الادبار. بالمعنى الاخر حتى اذا كان شب سياسي وفي يده حقيبه نتاع فلوس وقاعد يفرق فيها في الريف التونسي كما ريناها في بعض المناطق داخل الجمهوريه تنجم تعمل له حتى شيء. وقت اللي جينا نحن ملف كامل معناتها بوثائق من ليبيا على حزب معين وفيه معناتها ما يمكن الحزب هذايا الى اخره لكن ما نجمناش نثبتوا بدا وقتها في ليبيا الامور دخلت بعضها. وقت اللي جينا ايضا فاتورات من حزب مازال تخلق ما عندوش حتى 30 يوم والمال بركه بروايه بركه الفاتوره فيها 60 مليون نحكي بروايه بركه الفاتوره فيها 60 مليون من شان هذول مدح السويس اللي دور المجتمع المدني هذايا. انا نتصور سعيد ياسر سياسي ياخر باش يجي سياسي يقول له اين لك هذا لكن دور المجتمع المدني والمرسوم معناتها القانون يسمح له بذلك. حبينا نقول له اين لك هذا وقمنا بمراسلات رسميه وحبينا نطبقوا القانون ووضعنا خاليه من مختصين في المجال هذا فيها سته من الناس بما فيهم معناتها ناس من البنك المركزي التونسي فيها رؤوس معناتها متطوعين نتاع بنوك وفيها معناتها الناس تفهم في المحاسبات الى اخره. وقمنا بمراسله الاولى والثانيه للسيد محمد البنك المركزي التونسي باش نجموا نتصلوا باش نجموا نمدوا المعلومات هذه نحبوا نعرفوا الى اخره ما كانش فما حتى اي رد. القانون اصلا ما يسمعناش حتى باش نقدموا قضيه. معناتها ما لقينا اصلا ما نعمل. هذايا مثلا ثقل في الاطار القانوني. نحكيو حتى المرسوم 35 هذا سي فرحات الشامي وسي غازي الغرايلي كانوا من المحررين كانوا من الناس اللي نشطوا فيه اللي هو مرسوم مجمل بالطبيعه خارق العاده لكن لقينا بعض الثغرات ما فهمناهاش. ما لقيناش اجوبه اصلا. وقت اللي تجي الفصل من فصول وتجرب وتمنع المال السياسي معناتها معناتها الهيبه الداخليه الحرة الخاصة وتجي في الفقرة بتاع التشغيل تجرب المال الخارجي وتنسى المال الداخلي. علاش؟ علاش المجتمع نسى؟ وقت اللي
خاطر يتريتي خلني يتكلم في التليفون ما يلوش على الوقت دونك لهنا ثم حاجات فعلا ما فهمهمش ومن بعد ما نحكيوش عارف المواطنين في بعض الحالات صارت خلطه جمعية عارفين الناس خايبه وديزي الناس كانوا فينا من الجوامع والله العظيم من الجوامع في وسط الجمع ويعطينا في خطر ونسمع انا واحد من الناس سمعت كيما خطبه في سوسه واللي كان فينا من قروات واللي كان فينا من سديدان واللي كان فينا من طابق واللي كان فينا من دار شنو لين في الاخر الناس ولات تسب فينا وليكم انتم مشكور المساجد محايده ودار شنو لازم تحايدوها لازم تبعتها والناس تبعت لنا في التصور نتاع استعمال ادوات اداره توصيل خصوصا في السيارات صار شيء في المنظومة المسار الانتخابي الأول اللي نحن بيدنا ما فهمناش كيفاش تجي واحدة كما البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وتجي 48 ساعة من بعد نهاية يوم الاقتراع وتقول كانت الانتخابات ديمقراطية في تونس إلى آخره وقت اللي النتائج أصلا مازال ما وقعش إعلان عليها الفارس مازال مستمر وقت اللي نحن عملنا الندوة الصحفية نتاعنا إلى آخره اتصلوا بنا وقعدنا مديناهم الوثائق إلى آخره وكانت تتذكر من بعد خرجوا زوز تقارير لكن كما يقولوها المالي فين علاش المالي فين؟ على خاطر وقت اللي المجتمع المدني كما عارفين وكما مراقبون إلى آخره يتكلموا يجي السياسي اللي هو موجود في الحكم بما أنه معناتها الانتخابات نصفته ويقول لك شكونك أنت المناخذين الدوليين قالوا ونحن قابلنا حتى سفير نتاع ديليغاسيون اوروبيه في الموضوع هذا والرئيسه وقتها المشرفه على البحث هذايا واعطيناها موقفنا قلنا لهم راهو اذا كان انتم تعطيهم تقرير كما كان خاطر هما مربوطين بالبروسيدور نتاعهم يلزم اوبليغاتورمون بعد 48 ساعه يعملوا تقرير وقت اللي نحن التقرير نتاعنا خرجناه اليوم 28 وهما يوم 25 صار يعملوا تقرير والامور باهيه قلنا لهم يمكن انتم اول حاجه كان من المفروض انكم تستشيروا المجتمع المدني التونسي الناشط في المجال هذا ونحن حلينا لهم ابوابنا كما البعثة الاوروبيه كانت تجول في تونس الجمهوريه عبر مكاتبنا كما صدر كارت الى اخره لكن البعض يجي ويعطي تقرير اللي ما فهمش اون بلوس ما كانوش حاطين على المسار الانتخابي الكل هذا معناتها اشياء صارت بخلاف ديزانيكلوت حكايات واحد مش نحكي على يوم الاختراع وقت اللي نحن كان عندنا 2000 واش ملاحظ في تونس موجودين وقت اللي عملنا الاستاتيستيك نتاعنا باريزون 25% من لي زيزوار الخلوة موجودين بعد منافع وعندنا اصلا تصاور سمحت بعد منافع بعد شباب يا سيدي وقت اللي عملنا تصور اصلا فما ناس قاعده تصوت وواحد وراش بالهم واللي هو ممنوع ما نحكيش على عمليات الاندساس الكبرى اللي صارت هذايا من بعد رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات اعترف به في الطاقم المشرف على مكاتب الاقتراع ما نحكيلكمش في الخارج الصار في الخارج راهو اللي صار غير عادي لين انا اليوم وليت من الناس دخل فيها الهلسة المغمض اللي اسكو يلزمنا نعاون التجربة نتاع الانتخابات في الخارج ولا لا؟ راهو مش نورمال اللي صار في الخارج ما تصوروش العقل اصلا. وقت اللي نحن قلنا السيد روح بال هو ما وصل على هذايا السيد نهار ليله الاولى روح بالصندوق الدار والثاني روح بالصندوق الثاني الدار ويجي وكانه ولا هو ماهيش سيري ويجي الهيئه العليا تقول لك لا مش صحيح. كيف ولا مو سيري سيري بالواحد سيري بالفاصل بالفاصل عندنا تصور وعندنا بي في سيري بالفاصل معناتها ما نشكوش راهو مش معناتها نشكو اللي السيد زاد وراه ولا نحو وراه هذاك مش مشكلتنا نحن جملة اصلا يزيد والناس علاش كلها قد كانت ديمقراطية معناتها بارتي بما موس فرحان اذا كان فماش كوراج كيزم ما جاش ناس هزت وراه وحطت وراه الانتخابات كانت حرة ونزاهة وشفافة وان بليس ديمقراطية زينا سي مصطفى نجعت معناتها مش عارف اللي ديمقراطية الانتخابات مربوطة بنزاهات وهذا كله معناتها شيء يشبه بالكذب اللي صار مش معناتها الانتخابات من حيث ادارتها الى اخره كانت
الأول تجربة كان في مجملها فيها إيجابيات كبرى. ونحن أكثر ناس انتقدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وما انتقدناش أشخاص. لأن الأشخاص تعاملنا معهم ونعرفهم ونعرف مدى معرفة نزاهتهم إلى آخره، لكن سبحان الله صارت العديد العديد من الإخلالات في الإدارة الانتخابية. في النشر نتاع لي بروسيدور باغ إكزومبل دو فوت. لي كود نتاع لي بيرو دو فوت اللي بالنسبة لنا احنا كان ملاحظين. الكود نتاع لي بيرو دو فوت معناتها سي تان اوتي تريز امبورتون باش يقوموا بالخدمة نتاعها. ما خرجوش. نهار الانتخابات 23 على 7 نتاع الصباح نكلموا في تونس الجمهورية الكل باش كل واحد يعطينا الكود نتاع البيرو دو فوت نتاعه. باش نجمو ندخلوها في البازل دوني باش نعملوا لي ستاتيستيك نتاعنا وتريتمون نتاعنا وطون ريال إلى آخره. ونوم الصندوق. صار معناتها العديد والعديد من الإخلالات. والانتخابات اللي يقول لي الانتخابات في تونس كانت نزيهة، معناتها مش فاهم شنو معناتها تأثر في الانتخابات. ولهنا نحب نسكر القوس نتاع الثغرات إلى آخره، مازال عندنا مقولة راهي ولات خرافة هي. أنا ما عادش نحبوا نرجعوا عليها، ماذا بينا نخدموا قدام. الإسونسيال كيفاش نتجاوزوا هذايا، نفهموا الحاجات الإيجابية، ولكن النقائص كيفاش نقعد عليهم في دار ونحكيو عليهم باش نقدموا القدام. وهنا نحب نربط معناتها مع قرار المحكمة الإدارية اللي ضربت البارحين. والقرار هذا نحن ما استغربناهوش طبعا. ما استغربناهوش لسببين، لأن الموضوع أنا شخصيا طرحته من نهار الأولاني وقت اللي خرج فيه صدر التقييم. وطرحته علني كو سوسوا في الإذاعات ولا في التلفزيون ولا في لابريس وحتى في وسط المجلس الوطني التأسيسي في شكون اللي كان حاضر من الأدوات الصحفية نتاعنا وطرحته. وقلت تراهم اذا كان باش كمل العمليه كذا وحطت جمعيتنا قلت وقت على بلاتو نسمع نتذكر باش نقدموا نحن بينا قضيه في الشكل. والغايه من هذا ماهوش تعطيل كما الامخاخ الموجوده في المجلس الوطني التاسيسي انت تقول حاجه هو فورسيمون تحب تعقب فورسيمون تحب تعقب راه غايه معناتها والله العظيم شيء شبه الكلام. الغايه وقت قلنا نحن لازمنا نتحمل مسؤوليتنا ونقدموا قضيه شنو هي؟ خوفنا اللي اذا كانت تتعدى الامور في سكات تجي قبل الانتخابات بجمعه ولا بجمعتين ونقدم قضيه. ونحن بحكم معناتها قرار قرابتنا للمختصين في القانون بصفه عامه القانون الاداري الى اخره استشرناهم وقانونا بالحرف الواحد اذا كانت تقدم قضيه بالشكل هذا فما 90% باش يقع قبول. يا اخي وقت اللي قدموا المجموعه 25 بطبيعه في فتره معينه تحاولنا مع جماعه معهم وقدموا هم القضيه خلال شهر ونص من بعد المحكمه الاداريه اعطت قرارها بكل جراه بكل موضوعيه وبكل حياد. وتوم بعد سي غازي يحكي لكم حتى على طعون فما اربعه ولا خمسه طعون المحكمه الاداريه قلت لكم هم طعن هذايا اللي هو تاع يهم السلم التقييمي اللي فيه نوع من التمييز وهذا نبهنا لي ومشينا اعضاء اللجنه الخاصه المشرفه على دراسه ملفات الترشح لعضويه الهيئه العليا المستقله للانتخابات وقلنا لهم يا ولادي راهو غلط يا ولادي راهو ما يجيش يا ولادي راهو في اغلاط يا راهو في تمييز راهو الاعداد اللي تعطي فيها ما عندها حتى اي سونس شو معناتها في سن تعطي على عمر مثلا 35 و45 تعطي 8 وتجي الاخر تعطيه 4 ومن بعد تتبدل ومن بعد كذا الى اخره وطبيعي ان شاء الله انه اللي انجر عنه. ونحن ان شاء الله مرتين ولا ثلاثه باش نخرجوا التقرير نتاعنا في مخصوص متابعتنا لاشغال اللجنه الخاصه هذه وتوصياتنا في المجال هذا. المشكله تو اللي مطروحه في السياسه في الساحه شنو هو الحق؟ المحكمه الاداريه اعطت قرار والمجلس التزم بقرار المحكمه الاداريه والحمد لله. لو كان خلاف ذلك لكان في مشكلة أخرى. باهي شنو الحل؟ تو الحل قال ما يظلم ما فماش زوز يتخالفوا اللي كانوا لازم تعاد يتحل باب الترشح الجديد لأنه إذا كان باش يخدموا كان يراجعوا كان السلم التقييمي ممكن لازم باش يحل باب آخر الناس أخرين باش تقع. ومن بعد الله أعلم المحكمة الإدارية كيفاش كمان يفرياجيهم مع الحكاية هذه. دونك لازموا باب الترشح يعاود يتحل معناتها الخدمة بدون جديد لازم تعاود تعمل. ونحن بحكم متابعتنا الاشغال اللجنه هذه اللي بدات اشغالها يوم 15 جانفي وكان المفروض تنهي اعمال
نعاودوا نقولوا بنزين، باش نضربوا توا خمسة شهور ولا ستة شهور اخرين. شنو معناتها؟ معناتها الانتخابات من هنا 2013 مش بتصير. وبدا اعضاء معناتها من اللجنه هذه حتى عبر القنوات معناتها الاعلاميه يقولوا اللي لازمنا نكونوا واقعيين، ما عادش فما انتخابات في ديسمبر 2013. هكا معناتها ما فماش حلول. ما نجموش نقعدوا في طاوله مع بعضنا ونتحاوروا ونحطوا على جنب التجاذبات والحساسيات الشخصيه والسياسيه الى اخره، ونشوفوا حل مناسب باش 2013 موافق 2013 تكون فما انتخابات. واذا كان لازمها تكون فما انتخابات في موافق 2013، مش على خاطر هم يلزمهم يمشي ولا يلزمهم يقعد، ما يلزمش يقعد ولا يمشي، هذيك مشكلته. انا اللي يهمني في البلاد في الوقت الحالي ما عادش تستحمل على نطاق اقتصادي اجتماعي امني الى اخره، معناتها الظرف انتقالي كما هذا يلزمنا نمشيو الظرف تكون فيه امور اكثر مستقره. ونحن والله العظيم بدون مبالغه من يخرج من يصدر القرار تاع المحكمه الاداريه، شخصيا اذا كان القاطر انا قاطع ساعتين ولا ثلاث سوايع. ونحن نتحاور ونحن نشوفوا مع بعض الاطراف هل ترى الحل هذا مناسب الحل الاخر مناسب الى اخره. ونقول لكم بكل صراحه وقلتها البارح في ليميسيون تاع ميدي شو البارح في الاذاعه الوطنيه، اللي يمكن ينجم يكون الحل المناسب اللي هو فما طول يقول لك مستحيل انساها من بالي وكانه نحن عندنا غرض معين. لا هذوكم يكلوا هذوكم مستحيل شكلوا. الحل قلنا كيفاش؟ وقت اللي الناس هذيك عم تخدم مصر مستقيم تحل باب الترشحات في الابان، في الابان جمله في الاحكام الانتقاليه نتاع القانون الاساسي 21 ديسمبر 2012 جمله في الاحكام الانتقاليه نفعلوا بها الهيئه العليا المستقله للانتخابات باش تبدا تشتغل في البلدان على الاقل الاشراف على الامور الاداريه، وبما في ذلك مثلا تسجيل الناخبين، تحليل قائمه البيانات، وتبدا تحضر بشويه بشويه تحل لك الفروع نتاعها اللي تسكروا واللي تنهبوا واللي تحرقوا واللي كذا، اي نحكي على ديما تفعلها الى حين استلام الهيئه المقبله مهام حتى تنسيب باساسيون وما قد يكون في وقت. نحب نفهم هنا نشوف توا كيما توا في القاعه نشوف فما وجوه تضحك، فما وجوه مستغربه، وكاني قلت حاجه ما يلزمهاش تتقال، وكاني قلت حاجه تثير للسخنه. علاش؟ نحب نفهم علاش؟ بالعكس على خاطر في اذهاننا مثلا الهيئه العليا المستقله للانتخابات اتشخصت اللي هي مؤسسه سيدي احمد، وكانه معناتها كي تقول رئاسة معناتها رئاسة الجمهورية، قلت معناتها كما كان قبل بن علي كان رئيس جمهورية مش رئاسة، المرزوقي رئيس جمهورية ماهوش رئاسة الجمهورية، هذه رئاسة الجمهورية راهي مؤسسة، علاش كل شيء شخص نوم؟ وقت اللي قلناها والغريب في الأمر كون الناس اللي كنا ننتظروا منهم اللي باش يكون ردهم واحد ديريكت باش يقولوا كاتيجوريك باش يقولوا لا، حسينا وكأنه ماذا بهم يخمر. ونقول لكم حاجه مش لازم نسمي اسم نائبه من نائبات اللي حكيت معاهم في الموضوع هذا، قد مش نقول لك معز والله العظيم عندها الحق، والله العظيم عندها الحق، مش نقول لك الاشكال الحقيقي شنو في صلب المجلس الوطني التاسيسي وحتى في معاملاتنا مع المجتمع المدني اذا فيه. قد وقت تجيني انت سي معز وتعطيني المقترح هذا انا نقصد لك ونقول قاعد يرتلنا فيها قاعد هذا المجتمع يقول لي اللي قاعد يكمبن بشعبين. وقلت لي حتى انا كنقول كلام كيما هكا تو انت تخمم كيما كنت تخمم انا، والله العظيم المراه هذيا كي قريتها وقريتها مش لي انا راس راس معناتها معانا ناس اخرين. قلت لها والله هذاك اللي صاير في المستوى التاسيسي مع كل اسف. اذا كان نبعدوا على حكايه هذيا واحد نحب نفهم مقترح كيما هذايا شنو هو فيه اشكر. نحب نفهم مقترح كيما هذايا شنو هو فيه غريب. عندك مؤسسة قايمة بها باش تفعل انزل يعني وراها اشخاص باش تفعل. ونحن اذا كان نؤمن وقت اللي كيما مشيت لليبيا يقولوا لي عندكم طب وطيارات، مشيت للجزائر يقولوا لي عندكم محامين ودار شنو الى اخره. انا واحد من الناس مؤمن اللي تونس دولة المؤسسات. شنو معناتها المؤسسات؟ هي تجيب رجال ونساء مش عكس، هي اللي تولد رجال ونساء مش عكس. خلينا نؤمن بالمؤسسات وخلينا نتحاور فيه نشوفوا شنو الاشكال بالضبط.
خلينا ندفع باش نربو اقل شيء. علاش المقترح هذا نعم باش نربو اقل شيء اقل شيء اربع شهور اربع شهور وتصير الباساسيون دون دي بون كونديسيون ما فيهمش علاش حاسين مش لازم نزيد نطور عليهم من بعد انتوا معناتها الاخوة يحكيوا على الكتاب القانوني اللي صار فيه العملية هذه وشنو هي الحلول القانونية إلى آخره، لكن أنا ما نؤمنش بالحلول القانونية في الشيء هذا اللي نؤمن به الحلول القانونية وي أيضا شوية إرادة شوية إرادة وشوية تنظيف ذات من هذا معناتها أونفير لود. بارك الله فيك. ولكن هناك جانب قانوني، ثم جانب مدني أو سياسي. هو سياسي. الجانب القانوني يتعلق بالقانون.